عن آخر التطورات في المشهد اليمني. ففي وقت تشتد المعارك فيه بين قوات الشرعية وجماعة الحوثي على أكثر من جبهة، ومع إعلان القوات الشرعية أنها حققت تقدما في تلك الجبهات، تواجه الحكومة اليمنية تحديات أمنية كبيرة وتمردا في أكثر من محافظة من قبل المجلس الانتقالي وجماعات مسلحة محسوبة على الإمارات العربية المتحدة. كان آخر تلك التمردات احتجاز قوات يمنية مدعومة إماراتيا اليوم لتعزيزات عسكرية سعودية كانت في طريقها إلى القوات اليمنية في محافظة البيضاء وسط البلاد. مصدر عسكري يمني حكومي أفاد أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اعترضت تعزيزات عسكرية سعودية في منطقة العسكرية في مديرية يافع واحتجزتها، وكانت هذه التعزيزات في طريقها لدعم القوات الحكومية التي تخوض معارك عنيفة في محافظة البيضاء. في هذا السياق هدد القيادي في الحراك الجنوبي عبد الناصر البعوة بإغلاق مطار عدن ومينائها، وتأتي تلك التهديدات بعد وصول طائرتين عسكريتين سعوديتين تقلان عددا من الجنود اليمنيين الذين أتموا تدريبهم في السعودية. معي الصحفي والناشط اليمني محمد الأحمدي من إسطنبول لمناقشة هذه التطورات. أستاذ محمد، هذه التعزيزات المحتجزة تضم عربات عسكرية مصفحة حوالي 12 عربة، عربات كبيرة تحتاجها، إضافة لقاطرة أيضا تحتاجها القوات اليمنية. لماذا تقوم قوات مدعومة إماراتيا باحتجازها واعتراضها إذن؟ مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين. الحقيقة للأسف الشديد كل يوم يتضح جليا أن المجلس الانتقالي باعتباره أداة للإمارات في جنوب اليمن في المناطق المحررة هو يتخادم بشكل مباشر مع الميليشيا الحوثية في الشمال، الذراع إيران في اليمن، وبالتالي هذه الحادثة ليست الأولى. في السابق أيضا حصل مثل هذه التقطعات عندما كان هناك محاولات من المقاومة الشعبية والجيش في البيضاء للحصول على تعزيزات أو على ذخيرة ويتم التقطع لها وعرقلة وصولها إلى الجبهات، رغم أن محافظة البيضاء تعتبر واحدة من المحافظات الاستراتيجية المهمة لأنها على حدود شطري ما كان يعرف بالشطرين بين الشمال والجنوب، وتعرضت لهجمات شرسة من طرف تحالف ميليشيا الحوثيين وصالح منذ بداية الانقلاب. وكان أيضا لمحافظة البيضاء جهود كبيرة في منع إرسال قوات من الحوثيين وصالح في 2011. إذن ألا يصب هذا السلوك المدعوم إماراتيا في صالح الحوثيين بالنهاية أستاذ محمد؟ نعم. ألا يصب إذن هذا السلوك في صالح الحوثيين وهو استهداف مباشر لطرف في التحالف؟ بالتأكيد، واضح كما قلت أنه هو تخادم واضح مع ميليشيا الحوثيين. الحقيقة أن هذا جزء من مشهد الفوضى والمعقد الذي أحدثته الإمارات في اليمن ودورها التخريبي طيلة السنوات الماضية. لم تكن في وارد دعم الحكومة الشرعية على الإطلاق، كان كل اهتمامها وجل اهتمامها في بناء هذه التشكيلات والكيانات العسكرية الموازية للدولة في المناطق المحررة. واليوم هذه الميليشيات وهذه التشكيلات تأتمر بأمر الإمارات، وشاهدنا اليوم كيف أنها منعت وصول إمدادات عسكرية مهمة للبيضاء التي تتعرض لحصار ولهجمات دامية من طرف الميليشيا الحوثية وتقدم تضحيات كبيرة. وكنت أود أن أقول أنه المحافظة البيضاء كانت قد دفعت ثمن مواقفها أيضا في منع وصول الحوثيين وقوات صالح منذ 2011 إلى يافع، وبالتالي منع أيضا شن هجمات على مديريات يافع اليوم التي هذه المديريات التي يتحكم بها المجلس الانتقالي والقوات التابعة له المدعومة إماراتيا تمنع وصول إمدادات عسكرية. طيب، السعودية لماذا تسكت على هذه الانتهاكات من قبل الإمارات؟ أليس من المفترض أن السعودية والإمارات حلفاء في الملف اليمني؟ من الواضح أن التحالف السعودي الإماراتي ظاهريا يبدو تحالفا لتقاسم النفوذ على الأقل من خلال الوقائع على الأرض، لكن أيضا هناك تقاطع في مصالح ربما بعض الأطراف. لدى الإمارات هاجس وفوبيا
من أن تصل هذه الأسلحة ربما إلى بعض الأطراف التي لا تروق للإمارات تحديدا، بعض القوى والقبائل الموالية مثلا لحزب الإصلاح أو التي كان لها دور في الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن. الإمارات ترفض أن يكون لهذه القوى أي دور في المستقبل، بل عملت على إضعافها وعلى تهميشها وإقصائها حتى من السلطة الشرعية طيلة السنوات الماضية، بينما لدى السعودية أيضا اهتمام بأن يجب أن تمضي هذه الحرب ضد الميليشيا الحوثية على الأقل إلى حد ما، بحيث يمكن أن ترضخ هذه الميليشيا لبعض المطالب المطلوبة سعوديا. طيب الخلاصة، أين هي حكومة هادي؟ ألا تعتقد بأنها الآن أصبحت ممزقة بين صراع ضد الحوثيين وصراع ضد المجلس الانتقالي؟ للأسف اليوم الحكومة الشرعية مرتهنة ومسلوبة القرار وهي في الرياض منذ 5 سنوات، وتتلاشى يوما بعد يوم من الجغرافيا اليمنية، ويتلاشى دورها وحضورها، بل حتى على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري الحكومة الشرعية منيت بانتكاسات كبيرة طيلة الأشهر الماضية، والسبب يعود أولا إلى قبولها بأن تبقى رهينة للرياض وللقرار السعودي، وللقبول أيضا بالسياسات العبثية والتدميرية للإمارات طيلة السنوات الماضية التي أضعفت عناصر القوة لدى الحكومة الشرعية، وعليها اليوم أن تحاول استدراك ما يمكن استدراكه للإبقاء على حضورها في المشهد اليمني واستكمال عملية التحرير، وأيضا محاولة التخلص من الدور الإماراتي العبثي والتدميري في البلاد. على السعودية أيضا أن تدرك أنها أمام اختبار حقيقي إثبات جديتها وإمكانية، إن كان لا يزال هناك متسع لاستدراك ما يمكن استدراكه في دعم الحكومة الشرعية والمضي قدما لإسقاط مشروع الانقلاب والالتزام بمسؤولياتها على الأقل أمام الشعب اليمني في دعم حكومته الشرعية وفي إسقاط الانقلاب الحوثي. شكرا جزيلا لك الصحفي اليمني محمد الأحمدي، كنت معي من اسطنبول. وبهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم، أترككم في أمان الله.